عليكم. اليوم رانا مع صباح ربي في واحد المفترق تاع الطرق على مستوى بلدية براقي، وانا المفترق هذا عجبني من ناحية التهيئة و كثرة النباتات والفضاءات طبيعية هنايا. نشوف عمل جيد من ناحية يعني زبر تاع الشجيرات والقاصون مطوندي يعني كما يلزم الحال، عمل جيد ولازم ننوه به. كما نتكلم عن النقاط السلبية نتكلم عن النقاط الإيجابية، وهذا هو اللي لازم اللي يخدم مليح نقوله مليح، واللي ما يخدمش مليح نقوله ماش مليح. وهنا نشاهد بأن كارفور هذا مهيأ يعني ويمد نظرة إيجابية ومقابله ثاني كذلك. الفضاءات هذه كلها هي في أغلب الأحيان مقابلة في المحولات وكذا، كاين بعض الفضاءات تبقى هي الأجدر أن هذه الفضاءات تعمل كفضاءات تاع المواطنين كشغل دي بتي بارك، وهذا ما قامت به بلدية براقي ومشكورة على هذا العمل، وإن شاء الله يتعمم على كل المحولات الموجودة في قطاع الوطن. والسلام عليكم.